تعمل من دوق بس من دوق مش تقعد انت كده تقعد انت كده بالراحه وفاته الألمانية ورفض الفيصل الأخير صباح اليوم الخميس. السلام عليكم أعزائي الكرام، أعزائي مشاهدي متابعي موقع بصراحة الإخباري، أهلا ومرحبا بكم في كل مكان. إحنا معاكم النهاردة ما زلنا بنتابع طبعا ما زلنا بنتابع النهاردة حادثة وفاة طبعا الموظف بحي غرب اللي توفي أثناء عمله، سموه شهيد العمل. هو النهاردة صباح اليوم طبعا توفى أثناء عمله في مكان حي غرب بمحافظة أسيوط. زي ما شفنا التفاصيل معاكم، احنا الآن بنتابع معاكم صلاة الجنازة من داخل المسجد. طبعا زي ما احنا شايفين الناس بتتجمع عشان وقت صلاة الجنازة عليه. طبعا الموظف النهاردة اتوفي بأزمة قلبية أثناء عمله في الصباح. طبعا أصدقائه طبعا هما اتخضوا خدوه للمستشفى، بعد كده اكتشفوا ان هو لقي أنفاسه الأخيرة وتوفي. بنتابع النهاردة معاكم طبعا مراسم الجنازة ومراسم الدفن الخاصة بيه زي ما احنا شايفين النهاردة، وزي ما احنا متابعين معاكم بنتابع طبعا كل لحظة الناس بتتجمع عشان صلاة الجنازة عليه. كمان سن المتوفي أستاذ علي، سنه هو من مواليد 1977 خاصة بقرية الوسطى بمحافظة أسيوط. زي ما قلنا لقي الفاس الأخيرة ظهر اليوم، توفي أثناء العمل، سمي بشهيد العمل طبعا لأنه توفي أثناء عمله. بعد ما خلص تحرك الباب من الباب، هتطلع من الباب التاني؟ الباب التاني خلاص تاني ماشي ان شاء الله. أعزائي الكرام، أعزائي متابعين ومشاهدين موقع بصراحة، زي ما احنا دلوقتي متابعين ومشاهدين معاكم الناس طبعا تتجمع عشان خلاص صلاة الجنازة عليه. هو طبعا نفذ زي ما قلنا أنفاسه الأخيرة أثناء العمل. كان في عمله بيأدي واجبه، بيقوم بعمله على أكمل وجه. سمي طبعا الناس طبعا هنا ألقت عليه شهيد العمل لأنه توفي أثناء عمله، خاصة توفي بأزمة قلبية. ده اللي كشفته طبعا تصريحات النيابة النهاردة، توفي بأزمة قلبية أثناء العمل. وزي ما قلنا برضو توفي ظهر اليوم. ما زلنا لحد الآن بنتابع معاكم طبعا تجمع الناس عشان تقيم عليه صلاة طبعا المتوفي. Thank you.
شغال، دي جنازة مهمة لموظف بمركز المعلومات بحي غرب بمحافظة أسيوط. زي ما قلنا توفي النهاردة، طبعا القرية كلها بتشيع الجنازة، كله بيتجمع عشان يصلي عليه. ربنا يرحمه يا رب ويجعل الجنة إن شاء الله داره، ويكون في منزلة النبي. ربنا يغفر له ويرحم له. احنا كلنا ندعي ليه في التعليقات. ده شهيد العمل، شهيد الواجب طبعا، واتوفي اثناء عمله بمركز المعلومات، بمركز المعلومات الخاص بحي غرب بمحافظة اسيوط. أعزائي الكرام، أعزائي المشاهدين متابعين الموقع بصراحة الإخباري، حابة أنهي معاكم النهاردة اللايف، ولسه هنكمل وهن معاهم زمان جديد. ده أخ سياحي. نعم سياحي. مين؟ جاي يصلي ليه من حبه ليه، زميله اللي هو بجاكيت مسيحي وجاي مصلي. طب ينفع تجيبوا لنا نتكلم معاه عنه؟ اهلا بحضرتك استاذ بولس. يعني استاذ بولس حضرتك جاي لحد هنا عشان تصلي على استاذ علي. استاذ علي، استاذ علي ايه الحاجه الكويسه اللي سابها لك؟ حاجه شويه سابها لي ان هو كان اكتر حاجه، كان كلمه كويسه بيقولها، حتى لو في مشاكل او في اي حاجه كان بيضحك، بيقول لك نكت ويضحك معاك كل بيجي يصلي. أولا بيضحك. ولما بيعاتب يعاتب، بياخد الواحد كده على جنب بعيد عن أي حد ويعاتب. الله يرحمه. الله يرحمه. من الشخصيات المحترمة. ماشي. اعترف إن هو في عمله كان بيتقن في عمله. ماشي. إنسان يعني بيخليها دايما على الله، لو في أي مشاكل أو أي مصاعب في شغله ولا في أي حاجة كان يقعد معانا يا إخوانا. إن شاء الله ربنا يسهل الأمور، إن شاء الله تعدي على خير، دي هنعملها كذا كذا كذا. يعني راجل نقعد معاه ما نزهقش من القعدة معاه. يعني من الشخصيات اللي هي يعني تدخل القلب لوحديها كده، يعني أصدقائه وزمايله. يعني هو إيه اللي حصل؟ لو فاكرين اللي حصل في العمل أثناء العمل ممكن تقولوا لنا؟ الله يرحمه كان مريض بالقلب والسكر. تمام. هي أزمة قلبية. أزمة قلبية. توفي بأزمة قلبية. في أزمة. كان إمتى المعدة؟ كان يعني حوالي الساعة 9:30 10 صباحا. 9:30 10 صباحا قبل الظهر. قبل الظهر نزلنا التأمين الصحي. هو اتفاجئتوا بالموقف ازاي؟ ايه اللي حصل في الموقف؟ هو قعد مرة واحدة وراح واجع. وهو قاعد مرة واحدة راح واجع. اول وجع خدناه بسرعة على التأمين الصحي عندنا. ماشي. التأمين الصحي ضمن الدكتور كشفت عليه. فإن لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه من اغلى الناس ومن اغلى الاصدقاء ومن اغلى الاصحاب. الله يرحمك علي ويجعل بصمتك الجنه يا رب العالمين. يا رب العالمين. اللهم ارحم روضه المريض الجنه يا رب العالمين. اللهم اغفر نزله يا رب العالمين. امين يا رب. نصلح حاله وحال العباد يا رب العالمين. احنا نزلنا نصور مخصوص النهارده عشان يكون يعني دول شهداء الواجب ودول شهداء العمل. من النماذج المشرفه. من النماذج المشرفه، ما عملش مشاكل مع حد طول عمره في حاله. ماشي. هدوء في السكينة، في راحة مع نفسه، ما عملش أي مشكلة مع أي بني آدم عندنا، سواء في غاء أو حي شرق أو حي غرب. الكل يعني يشهد له بالأدب والاحتراف والذوق والأخلاق. لما كان في ديوان المحافظة كان في ديوان المحافظة برضه فترة، فالكل يشهد له لأنه إنسان مؤدب ومحترم وعلى خلق وعلى دين.
عمو ما قالكوش لو تفتكروا اخر كلمات كانت ليه؟ انا كان عندي جنازه عمي ابويا، كنا قاعدين مع بعضين يوم الجمعه قسما بالله العظيم، قال لي يوم الجمعه اللي فاتت دي، الجمعه اللي فاتت دي قال لي علي انا مش هموت في الواسطه ماشي، وحاسس اني معادي جرب قسما بالله العظيم، ده اللي طلع من لسانه. انا مش هموت في الواسطه ومعادي قرب. معادي قرب يعني مش ليا لوحدي، ليا ولاخويا الشيخ محمود يعني كذا واحد. الفتره اللي فاتت دي كان بيسلم على ناس ما بيسلمش عليها، كان ان هو كان طبيعته يقعد في مكتب وفي حاله، من النادر ان هو يعني يختلط على حد الا لو حد راح له ويتكلم معاه في اي حاجه. في المحافظه ورن عليا زميلي كلموني يا اخوانا ازاي مش عارف ايه، مره واحده كده بيقولوا بيعملوا الحاجه وهو قاعد مره واحده ازاي يا اخوانا. امر السيره اطول من العمر. طبعا طبعا الله شكرا لحضراتكم جدا الله، وشكرا ان انتم معانا. شكرا اعزائي الكرام، اعزائي المشاهدين، تابعين المقطع بصراحه الاخباري زي ما احنا تابعنا معاكم اصدقاء المتوفي، زي ما احنا شفنا برضو يعني حسن السيره وحسن الخلق، ربنا يرحمه. محمد رسول الله.